هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. شب وكبر مع والده إسحاق عليهما السلام في فلسطين أرض الكنعانيين. رزقه الله سبحانه بالبنين، وكان أحب أولاده إليه يوسف عليه السلام. ابتلاه المولى سبحانه بفراقه، إذ دبر له إخوته مكيدة لإبعاده عن أبيه، فأخذوا يوسف عليه السلام بحجة التنزه واللعب، ثم رموه في بئر عميقة، وحملوا قميصه إلى والدهم بعد أن لوثوه بدم كذب حتى يصدق روايتهم. لكن يعقوب عليه السلام لم يجزع ويقنط، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. مرت السنون على غياب يوسف، ويعقوب رغم حزنه ولوعته صابر محتسب، ممتثل لقضاء الله وقدره، طامع في رحمته. غاب عنه ولده بنيامين، فأمر أولاده بالأخذ بالأسباب والبحث عن يوسف وأخيه. وبعد طول صبر وانتظار واحتساب، جاءه البشير وألقى عليه قميص يوسف، فارتد بصيرا بعدما فقد بصره بكاء على ابنه. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ذلك يعقوب عليه السلام، واسى به الله تعالى نبيه الخاتم وشد به أزره حين اشتد عليه بغي قومه، وجعل قصته موعظة للصبر على الأذى ونبذ اليأس والقنوط والتعلق بحبل الرجاء والثقة بالله واليقين برحمته وفرجه. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.